فهاد يومين راحه يطوندوني كل ماتش ريبورتاو لنا حتى نهار الاحد. بدينا البارح حصه، اليوم حصتين، وراح نكملوا كل يوم حصه حتى يوم المقابله ان شاء الله. شوف توقيت غادي يعجبكم الخميس، خاصة على حضور جماهير راهم يطالبوا بمباراة على التمرة. خويا دابا التوقيت ماشي حنايا، التوقيت سي لا ليغ ناسيونال ولا تيليفزيون الجيريان، لا يكون ماتش تيليفزي سي لا ديف بوكو بلوس حتى الجزائر تحدد الوقت، ولهذا هذا شيء ما نتحكموش فيه. شوف بلي المشوار سي خاصة مع فوز ندية ومودية، راح تلعب مع شباب الجزائر شريك تصاور من الجزائر، الفريق راه في المقدمة. والله العظيم هذا شيء قلته من نهار الأول ماشي من اليوم. بلي البقعة تاعنا راح نلعبوا ربما حتى آخر مقابلة، هذا شيء عارفه. بلا ما نتكلم عن النتائج اللي ربما ما تستناهاش تصرى، ما ندخلوش في التفاصيل، الواحد يخمم على نفسه وعلى المقابله تاعو اللي يلعبهم، يحاول باش يفوز يعني اقل شيء، اقل شيء المقابلات الجايه باش هما يضمنوا البقاء تاعو، هذا هو شيء بالنسبه لي.